مساء الخير، كل سنة والطيبين. رمضان النهاردة 17، رمضان بيعدي، رمضان بيخلص. معرفش الأخلاق اتغيرت ولا لأ، معرفش إحنا اختلفنا ولا لأ، لكن اللي عارفاه كويس قوي إن إحنا في ناس هي اللي ساندة البلد، وفي ناس هي اللي مصرة تعدي بيها على خير. الحقيقة النهاردة يعني شرفت إن أنا كنت في يعني حضرة الضباط أو بعض الضباط المصابين في المعادي. مهما شفته من أفلام والفيلم اللي عرضناه امبارح وكنا بنتكلم فيه عن اللي حصل يوم الأربع، مهما شفته عمركم ما هتحسوا الإحساس اللي أنا حسيته الحقيقة وأنا هناك، لما تسمع الحكايات بتاعة الأبطال. تعرف إن أبانوب اللي حكينا عليه امبارح، أبانوب كان صايم ومات وهو صايم مع زمايله المسلمين. تعرف إن يعني إن الشباب اللي هناك فضلوا يقاوموا ويواجهوا غباوة التكفيريين بسلاح ماهوش بسيط لمدة 7 و8 ساعات لحد الدعم ما جالهم. تعرف إن في ناس قررت إنها لما الضباط تم استشهادهم جنبهم، العساكر اتصرفت بحرفية ضباط وقرروا عدم التواكل، وقرروا ان هم ما يتراجعوش، وقرروا ان هم ما يسلموش، ووقعوا الحقيقة كمان يعني قتلى من التكفيريين. هو ده الجيش اللي انت لازم تفخر بيه. هو ده الفرق ما بين جيشك وما بين جيش برة او جيش في دولة تانية، دون التقليل من احد. جيشك له عقيدة، عقيدته العرض والأرض. جيشك له أساس ومبدأ عمره ما بيتخلى عنه. مش أنا اللي بقول، التاريخ اللي بيقول، مش أنا اللي بقول، نبيك اللي بيقول. نبيك بيقولك إنه خير أجناد الأرض، وما تصدقش مزايد يقولك الحديث مش حقيقي. ما تصدقهوش لأنك بتقول الحديث ده من سنين طويلة. فما تصدقش تجار الدين دلوقتي لما يعني أصل لما السرقة يعني الحرامي يختلف على السريقة، السريقة تبان، فهم اختلفوا بس على السريقة. فاكتشفنا إن إحنا عندنا جيش من أهم جيوش العالم، مش علشان قوته العسكرية بس، لا، علشان عقيدة الفرد المقاتل، علشان إيمانه اللي هو أنا حموت والأرض دي ما يتاخدش منها سنتي. هو ده. وعشان كده خلينا نبدأ كلامنا النهاردة ونقول يعني إيه تبقى تابع لقوات جيشك. يعني بتوهب حياتك للدفاع عن ناسك وبلدك ومن غير مقابل مهما كان مرتبك. أصله مش حيوازي اللي انت بتقدمه. يعني مهما كانت أحلامك ومشاكلك وهمومك وكل اللي انت سايب وراك، بتبقى المسؤولية والواجب والأمانة أهم من أي شيء. يعني ولادك يكبروا وانت بعيد، يتغيروا وانت مش عايش لحظات حياتهم، انت هناك بتدافع عنهم وعن غيرهم. يعني تبقى واقف في الحر وفي البرد وفي كل حتة من بلادك وانت مش عارف هتاخد اجازة امتى. يعني تسمع كلام بايخ وماسخ من ناس مش فاهمة او مش عارفة او مصرة تحبطك وانت مكمل في طريقك. يعني تبقى شايف الهدف والمهمة اللي مطلوبة منك واقرب الناس ليك ما يعرفوهاش، وانت بتبتسم وتضحك وسعيد وكل دعاك ان ربنا يوفقك فيها. يعني يبقى نفسك تريح وتاخد اجازة وتسافر وتلبس وتعيش زي كل الناس في اي وقت وفي كل وقت، لكن تسيب كل ده وتروح وحدتك اللي انت منتمي ليها. يعني تشوف الموت وتتصاحب عليه في اليوم كذا مرة، ورغم كده تدافع عن حق بلادك واهلك في الحياة. تبقى الحياة بالنسبة ليك بسيطة، فتبدي اللي حواليك عليك وتصغر المشاكل العادية قدام عينيك. يعني تبقى بطل وتصنع البطولة وتقهر الخوف وانت حاسس انك بتعمل حاجة عادية جدا. يعني تبقى عيون الناس متعلقة عليك وعلى رد فعلك، وانت فاكر انك في الدنيا وحيد. ولهذا كله يا سادة عاش كل جندي مدافع عن بلاده. ولهذا كله يا سادة تسلم ايدين الطيبين فين مكانه. ولهذا كله يا سادة يعني دعينا كل يوم لربنا انه يحمي ولادنا ويجعل ايديهم الاعلى. ده مش مصر بس،
ده في كل حته في بلاد العالم بتحترم جيوشها، بلاد العالم بتخلد حتى لحظات رجوعهم في ساعات الاجازه لانها ساعات بتخلد ذكرياتهم اللي بتونسهم في وحدتهم. الفيلم اللي هنعرضه النهارده فيلم امريكي بيجسد لحظه بسيطه قوي، لحظه رجوع كل مجند ضابط او عسكري سواء ست او راجل، لان عندهم سامحين بتجنيد الستات، لبيته لولاده عشان يشاركهم لحظه. شوفوا لحظه المقابله، شوفوا امريكا بتخلد اللحظات دي ازاي وبتعمل دي في افلام ازاي، مش بس لدعم الجنود او ادخال السرور عليهم، لا للدعايه لجيشهم. في امريكا لما كنت في اكتوبر اللي فات، وكانت اول مره اروح امريكا الحقيقه في مهمه، يعني مهمه شغل مؤتمر، فوجئت ان اعلانات التلفزيون في القنوات الرسميه هناك او القنوات الاخباريه فيها اعلانات عن الكليه الحربيه والانضمام للجيش الامريكي. تخيلوا حتى امريكا بتعمل اعلانات للكليه العسكريه بتاعتها. خلينا نشوف الفيلم ده علشان تعرفوا لهفه اب ما شافش ابنه لكن لحق يشاركه لحظه في الحياه. خلينا نشوف الفيلم ده. كريمان تعليق الحقيقة على مشاعر بيعيشها كل عسكري. يمكن حضرتك ما تحسش بالمشاعر دي، يمكن تشوفها مشاعر إنسانية لطيفة على الشاشة، لكن اللي هيحس بيها كل ضابط وكل عسكري واقف على الحدود، واقف بعيد، بيقعد في وحدته، غريب، متونس بصحابه، حالف في الحقيقة يحمي الأرض والعرض، وبالتالي ما بيشوفش ولاده، ما بيقابلهمش، مش دايما معاهم. هو اللي هيحس بيها علشان هو بيحلم باللحظة دي دايما، ما يعرفش هو نازل ليهم امتى، ما تعرفش الاجازة جاية امتى، ما يعرفش هيلحق يروح لهم ولا لأ، ما يعرفش هيعرف ياخد حضن ولا لأ، ما يعرفش يعني هيساهم في حل مشكلة عنده في البيت سايبها وراه ولا لأ. يا ترى اللي عايز يعمل عملية عملها، يا ترى اللي محتاج فلوس لقاها، يا ترى أخته اللي كانت على وش جواز هتعرف تتجوز، يا ترى محتاجين وقفته جنبهم دلوقتي، يا ترى أمه التعبانة عاملة ايه دلوقتي، وابوه اللي كان في مشكلة، وابوه اللي كان نفسه يطلع حج. الضباط والعساكر وصف الضباط هم اللي هيحسوا بالفيلم ده، ياريت انت كمان تحس بيه.
مش عشان حاجة، هم مش مستنيين حاجة. اللي ماتوا في سينا شهدائنا على مر العصور من 67 و56 و73 مش مستنيين منك حاجة خالص، يمكن محدش يعرفهم. تفتكر بدر، يعني تفتكر عبد العاطي قناص الكبير بتاع 73 اللي كان مدوخ الإسرائيليين، تعرف مات ازاي؟ ما تعرفوش، دور عليه. تعرف مين سيد؟ سيد اللي اكتشفناه مجند بسيط يخلده الإسرائيليين والعسكري اللي قتله في النهاية، ما تعرفش، لكن موجود البطاقة بتاعته وجنيه قديم موجود في المتحف الحربي في القلعة لحد دلوقتي، ولسه الصورة دي عندي يوم ما دخلت المتحف الحربي. انت ما تعرفش الناس دي، وهم مش مستنيين انك تعرفهم، ومش مستنيين انك انت الحقيقة تشوفهم في صورة ولا في كدر ولا يزحموا على منصب ولا اي حاجة. عارفين ان هم رايحين رايحين، عارفين ان لحظة انتهاء الخدمة العسكرية هي لحظة خلاص ممكن تخلص ويخلص دوره فيها من غير ما ياخد نشان، من غير ما ياخد شهادة، من غير ما ياخد كرت، ولا الحقيقة وظيفة ولا منصب ولا تشريف ولا تكريم ولا ظهور قدام كاميرا ولا أي حاجة خالص. هم مش مستنيين ده خالص، ولا مستنيين حتى الكلمة الطيبة على واجب بيعملوه. هم عارفين ان هم بيعملوا اللي لازم يعملوه. الشطارة انك انت تبقى عارف ان هم بيعملوا حاجة مهمة قوي، ان هم يبقى بيعملوا حاجة عظيمة قوي، انك نايم وهم صحيين، انك مطمن ويمكن هم بيواجهوا الخوف، انك نايم ومستريح وهم واقفين في الشارع 24 ساعة. هو ده، علشان كده بنقول ان هم بجد 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 رجالة. علشان كده بنقول دايما سلام للجدعان، سلام للجدعان، وتحية الحقيقة لكل ضباط. ويا رب دعواتي بالشفاء للمقدم كريم بدر اللي محتاج دعانا كلنا. كريم بدر المقدم، كريم بدر في حالة صعبة أو حرجة في مستشفى المعادي. دعواتكم لي ودعواتكم لكل الجنود ودعواتكم للملازم أول أدهم الشباشي. تحياتي أبطال، تحياتي للجدعان. هنكمل بعد الفاصل. تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم في انتظاركم للتواصل معانا على ارقامنا الموجوده على الشاشه او على الفيسبوك. لكن اسمحوا لي ان انا قبل اي حاجه ارحب بخبيره ومدربه التنميه البشريه منوراني النهارده، الاستاذه مي القاضي. مي اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اولا منورانا. ميرسي، منور حضرتك. شكرا. يعني سعيده كمان ان الاصول عندك عسكريه، فبالتالي ده هيسهل حاجات كتير، نقص المسافة تقريبا. دي حقيقة. أنا جدي كان لواء في الجيش وكان ضباط الأحرار، يعني جدي جيش من قديم، يعني زمان. على قديمه يعني. على قديمه. لا، إحنا اتربينا مع جدي وهو كان ضابط من ضباط الأحرار، وجدتي لغاية النهاردة بتقعد تحكي لنا عن قصص جدي والاجتماعات وعن أيام ما كان نازل الثورة وإيه اللي بيحصل. يعني اكتر قصه مأثرة فيا لغايه دلوقتي لما جدتي بتقول لي كان تاني يوم الثوره خالتي هتتولد، خالتي اول طفله عند جدي. اوكي. فجدي خلاص جدي نازل، فبيقول لجدتي انا نازل، بس هي ما تعرفش هو رايح فين. ايوه. فبتقول له انا، بيقول لها انا نازل، ولما بنتي تتولد قولي لها جد باباكي بطل مش خاين زي ما هيقولوا. يعني الكلمه دي اثرت فيا، اللي هو مين اللي هيقوله؟ هما مين؟ وهيقولوا ليه؟ يعني هو انت هتعمل ايه؟ هيقولوا كده. فاكتشفت حاجه، وده اللي شفته اليومين دول. ان الضباط هم اكتر ناس بتتشتم، والجيش هو اكتر ناس بيتشتم، مع اننا ما نعرفش هو ايه، هو ماله او حصل له ايه. صحيح. يعني هو دلوقتي بيتشتم، هو سايب بنته اللي هي اول واحده هتتولد، سايب مراته، سايب امه قلبها هيتقطع عليه. صحيح. سايب بيت، سايب عمر. هو ايه اغلى حاجه عندنا؟ اكتر من العمر، ما عندناش اغلى منه. صحيح. فانت سايب كل حاجه عشان بس تحمي الناس اللي قاعده في بيوتها. ارض وناس بس، وانت ما تعرفهمش بس، ومش طالب منهم حاجه خالص. انت بتدافع عن ناس لمجرد ان دي بلدك.
ما تقولش الشغل بقى، يعني لا لا خالص، محدش هيموت نفسه عشان شغل. صحيح صحيح، الشغل بيروح وبيجي. صحيح صحيح، والشغل في الدنيا كتير. بالظبط، يعني اشمعنى ده؟ لا هو راح يموت عشان بس ان هو يدافع على ارضه، مش عشان حاجه تانية. صحيح. لا عايز بقى يتقال عليه بطل، ولا عايز يتقال عليه كلمه، ولا هو عارف ان هيتقال عليه خاين فمالهاش دعوه، ولا عايز يتقال عليه اي حاجه، مش فارق معاه خلاص، هو ميت، مهما يتقال عليه هو ميت خلاص. الحالة دي ممكن أفهمها في وقت مثلا يبقى فيه احتلال، ويبقى فيه صراع ما بين طبقات، وما بيبقى فيه قضايا قومية زي اللي كانت موجودة في فترة 52. لكن لما وقتها كمان كان معظم طبقات الشعب، غالبية طبقات الشعب مع حركة الجيش في يوليو 52. لكن دلوقتي يا مي، بفكر التنمية البشرية، الإنسان أول حاجة في سلم أو مثلث الاحتياجات هي الأمان، صح؟ صح جدا. صح؟ صح. فأنا ليه أهاجم اللي بيديني الأمان؟ ده سؤال أنا طول الوقت عندي علامات استفهام عليه، وخصوصا إن أنا شايفة في في الدول اللي حواليا مصير جيوش ما كانش عندها عقيدة الجيش المصري، كانت طائفية، كان عندهم التزامات تانية مع دول تانية، وبالتالي اتقسمت واتباعت بلادهم، وكل واحد ساب سلاحه يا عم، وبقى بقينا ميليشيات. صح. اللي مش قادرة أفسره وعايزاكي أنت تفسريهولي برؤية تنمية بشرية، الأمن هو أول متطلبات البني أدمين في الحياة كلها بلا استثناء، ورغم كده إحنا فيه ناس عندنا مش شايفة إن الجيش بيأدي الحقيقة وظيفة التأمين دي دلوقتي، ليه؟ أنا دلوقتي أول سبب من الحاجات دي هو الإعلام. أوكي؟ أنا مثلا فتحت قناة لقيت إن هما مع الجيش، والجيش جميل، والجيش حلو، وي 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 وي، أنا هبقى مبسوط جدا وحبيب الجيش. تاني حاجة، لا الجيش وحش قوي، لا بص عمل إيه؟ جاب لك صورة. فسبت أنت واتمسح من جواك كل حاجة، أوكي؟ وفضل قدامك بس الصورة دي. ليه؟ عشان الصورة دي فيها إحساس. أوكي. فيها كثافة حسية. فأنا مع الكثافة الحسية دلوقتي. فهي دي اللي أثرت فيا، فمهما أنت جيتي تقولي لي ده الجيش جميل، الجيش حلو، لا مفيش كلام. طب والمخ هنا فين؟ لا ما أنا مفيش. أنا دلوقتي مع الإحساس ومع اللي أنا شايفه، أنا شايف إيه؟ فهو دي مشكلتنا إحنا. إيه؟ إن أنا دلوقتي ما عنديش أرض صلبة أنا واقف عليها. أنا يتقال لي كلمة أوكي، ما بتبينش. يعني احنا مشكلتنا كمان ان احنا ما بنتبينش، وبعدين احنا بنيجي على حته حريه. انا عايز الحريه. طيب نعمل ايه عشان نعوز الحريه؟ مش عايزين جيش، مش عايزين سلطه، مش عايزين حد فوقينا. مش معنى ان احنا مش عايزين الجيش كجيش، لا بس دي فوضى مش حريه. يعني هي فكره كده. يعني الدول اللي حوالينا طبقت نفس المقوله بزرق. يعني لا لكل سلطات الدوله. وفي 25 يناير، وده اللي الناس مش واخده بالها منه، ان الشعار المروج للثوره كان الشعب يريد اسقاط النظام. بالظبط. مش اسقاط الفساد مثلا، يعني اسقاط الفساد مقبوله ومنطقيه ومعقوله، لكن المعنى اللي انطلق من تونس لسوريا لمصر لليمن كان الحقيقه لفظ واحد، الشعب يريد اسقاط النظام. اوكي. حضرتك عارفة لما احنا بنكرر الكلمة كتير ايه اللي بيحصل في العقل؟ العقل بيخزنها وبيصدقها وبيعمل كل حاجة عشان يطبق الكلمة دي، تتحول الى صورة نمطية. بالظبط. فبيبقى خلاص انا ما بفكرش فيها اصلا. فانا دلوقتي اي نظام يعني. خلاص موضوع اوتوماتيك عندي. اي نظام دلوقتي لا انا عايز اسقاطه. ليه؟ لما تسأل حد، عشان عايز حرية. طيب ما تيجي بقى كده نبسطها واحدة واحدة. ما تيجي انا دلوقتي انا عايز حرية، صح؟ طيب انا اعمل ايه عشان ابقى عايز اوصل للحريه؟ اولا ابدا بنفسي، يعني اشتغل على نفسي، اركز مع نفسي، ماليش دعوه ايه اللي بيحصل بره، اركز على نفسي. انا دلوقتي هل انا بعمل كل حاجه تديني الحريه او توصلني للحريه؟ لا. هل انا الناس اللي انا مسؤول عنهم هل انا مديهم الحريه؟ لا. طيب حواري حتى مع المختلف معايا في الراي ما بسمحش فيه ان هو يمارس فيه الحريه اللي انا بنادي بيها، فيرهبوا بالكلام يرهبوا بالبلوك. بالظبط. يبقى كده انت اصلا ما بداتش بنفسك. يبقى انت عايز حريه ازاي؟ يبقى انت متبرمج، مش انت عايز حاجه، مش حاسس باللي انت عايزه فعلا. اوكي. فاول حاجه عشان توصل للحريه اللي انت عايزها ابدا بنفسك. اوكي. تاني حاجه شوف ايه اللي هيحصل في البلد، او ايه الحريه اللي انت عايزها، مش مجرد حريه والسلام. يعني ما احنا دلوقتي عايزين امن، عايزين امان، عايز اكل، فلوس. صحيح. صح. وعايش عيشه كريمه،
عايزه سوري عيشه كان بالظبط بالظبط. طيب انا اعمل ايه عشان اوصل لكده؟ هل هينفع اعمل كده لما الحكومه هتتغير؟ هل هيحصل كده لما الجيش يتغير؟ مفيش الكلام ده خالص. هعمل كده لما انا اللي هتغير. اوكي، فنرجع لكل الكلام وكل الناس اللي كارهه الجيش وكل الناس اللي كارهه او بترفض وهي قاعده بس في بيتها على الفيسبوك، اوكي، كل الناس اللي بتقعد تكتب، كل الناس اللي بتطلع على قنوات التلفزيون وتقول لك لا احنا محتاجين نغير. ابدا بنفسك. لا، وهو سؤال ليه التغيير بقى هدف في حد ذاته؟ يعني التغيير ما هوش هدف، التغيير وسيله. فلما اجي اتكلم عن التغيير طول الوقت لازم ابقى عارف انا هغير لايه، طب وسائلي ايه، وامتلكها ولا لا. الحقيقه في كل الحوارات اللي بشوفها بشوف ان معظم الناس اللي بتتكلم على التغيير وكانه هدف في حد ذاته، ونمره اتنين انا مش عارف الرؤيه اللي انا عايز اوصل لها وتحقيقها ازاي، وهل متوافر عندي وسائل تحقيق التغيير اللي انا بطمح ليه ولا لا. هي دي حاله اختلال ولا هي دي حروب الجيل الخامس والرابع اللي بيكلمونا عنها، اللي هي اللعب في المفاهيم وخلاص، ومش مهم نوصل لارض ثابته او صلبه زي اللي انت بتتكلمي عليها؟ لا، هي لعبه جديده ان احنا يحصل لنا احنا كده نتهز. الشخص حضرتك لو تعاملتي بالظبط، لو تعاملتي مع الشباب اليومين دول، هو شخص مهزوق، هو مش ثابت. يعني انت لو قلتي انت عايز انت ايه دلوقتي في شغلك، مش عارف انت عايز ايه بقى، فاي كلمه هتتقال من بره هو هيصدقها، مش مجرد هيصدقها بس. انت قالت لي كلمه مثلا يا مي ده الشرطه فيها مشكله، حلو، ماليش دعوه انا ما شفتش اصلا حاجه من الشرطه، فانا جيت قلت لحضرتك لا ده الشرطه فيها مشكله، بصي واقنعك واحط التاتش بتاعي بقى. فحضرتك هتعملي ايه؟ هتروحي تقولي مش عارفه مين؟ الموضوع انتشر خلاص، كتبت بوست على الفيسبوك اتعمل له شير 10,000 شير، كم واحد من ال 10,000 ده قرا وكم واحد حواليه قرا؟ ومحدش فيهم وقف يسال تبين مين مصدر المعلومه دي وهل هي بالزبط. موثقه ولا لا؟ بالظبط كده، ومحدش تبين. يعني ما احنا حتى مشكله حتى عندنا في القران، تبينوا صحيح، تفكروا صحيح، كل حاجه تدبروا بالظبط. هل احنا عملنا كده؟ لا لا لا. طيب انا دلوقتي مش ماشي على قوانين الكون اللي ربنا حاططها لي، عايز ليه الدنيا تمشي معايا صح؟ ما ينفعش. لو انا حطيت ايدي في النار هل هتلسع ولا مش هتلسع؟ هتلسع، بس انا ماشي نفس الكلام عكس القوانين. يبقى الطبيعي بتاعي ان هيحصل لي مشاكل، فما اجيش اقول بقى المشاكل تحصل لي واقول الجيش هو السبب او الحكومه هي السبب او البلد هي السبب، انا مش عارفه اكل، انت السبب. كنا الاسبوع اللي فات بنتكلم على التغيير وازاي ان انا ممكن اكون بادئ للتغيير ده، ونصايح بيل جيتس العشرة اللي البني ادم مش هيتعلمها في المدرسه، وكان منها الحقيقه حاجتين وقفت قدامهم. نمره واحد، ان انت مش هتغير الغابات الاستوائيه، فغير اوضتك الاول ورتبها. ونمرة اتنين، ان مبررات الفشل لما هتلقيها على غيرك برضو مش هتوصلك للنجاح، فبطل تقول غيرك هو اللي فاشل، قول انا فشلت اصلح نفسي ازاي. بالظبط كده. وبعدين انا ما فشلتش، انا تعلمت في الجزء ده، فلما حاجة اعملها تاني انا هعملها بطريقة تانية، اكتسبت خبرة. انا دلوقتي عملنا الثورة وحصلت طبعا اوكي رائعة وجميلة وكله، وحصلت شوية مشاكل، وشفنا ازاي ايه اللي بيحصل لما الجيش بيتهز. شوية مشاكل، والله هي مشاكل، هي مشاكل كتير يعني يعني الحمد لله ان احنا عدينا منها الحمد لله. يعني ما احنا بقى لو ما تعلمناش منها هيحصل لنا تاني ازاي. انا دلوقتي اياميها كنا كارهين الجيش وقاعدين عاملين انقلاب عليه، صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ حصل سرقة وحصل قتل وحصل 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 حاجات كتيرة جدا. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ بالك كانت بتتخطف. دي حقيقة، انا واحدة من الناس عربيتي اتسرقت، يعني لا لا، هي مصر مش ممتلكات، مصر كلها مصر كلها اتخطفت. لا يعني احنا انا واحده من الناس ما كنتش حاسه بامان. اوكي، دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ان احنا عايزين تاني نعمل مش لا عايزين نعمل كارهين الجيش، ما هي بدايات. انا كارهين، لا انا كاره السلطه، بلاش يعني انا لا ما عايز سلطتنا دلوقتي. يعني انا دلوقتي كاره ان يبقى عندي سقف. اوكي، فايه اللي هيحصل؟ واحده مع الثانيه مع الثالثه هيحصل لها نفس المشاكل الثانيه اللي حصلت قبل كده. فانا المفروض اعمله ايه؟ اتعلم اللي حصل لي. طيب ما احاول اعيش دلوقتي في سلام، ما احاول اغير نفسي. انا قبل كده ما غيرتش نفسي، انا غيرت الناس اللي حواليا وحصلت لي مشاكل. طب ما ابدا المره دي اغير نفسي، يمكن المشاكل كلها تتصلح. طيب اعمل ايه عشان اغير نفسي؟ اعمل ايه طيب عشان اساعدهم؟ يعني ممكن اساعدهم بايه؟ طب ما تيجي نبعت لهم طاقه سلام.
ايه اللي هيحصل؟ طب ما تيجي الناس اللي قاعده على الحدود دي كلها، الناس اللي انت ما تعرفش هم بياكلوا ولا لا، وبيستنوا الاكل شوف قد ايه، بيناموا عشان مرتاحين، خايفين، عندهم مشاكل في بيوتهم سايبينها وراهم. بالظبط فلوس مرتباتهم قد ايه دول، كل حاجه كل حاجه عندهم، مش ما فيش بالنسبه لهم هناك بقى، هم اللي ما فيش امان، هم اللي في اي لحظه ممكن طلقه واحده بطريقه غلط تموته. صحيح. ممكن. طب ما تيجي تبعت له طاقه سلام، ما تيجي تبعت له تدعي له بدل ما تدعي. صحيح. يعني ما تيجي ندعي، ده اخونا. صحيح. اصل هو مين؟ صحيح. الجيش. صحيح. احنا الجيش. هي دي الجزئيه اللي انا مستغرباها لها برضو، ان يمكن الجيش المصري خصوصيته في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو الحقيقه من فئه واحده، يعني هو فصيل واحد، يعني ما عندناش ناس مثلا من ليبيا وناس من مهاجرين من اليمن، لا احنا جيش فصيل واحد، هو اصله مصري، ما بيقبلش حد غير جنسيته مصري. بالظبط. صح. الحاجه الثانيه هو ان هو جيش ينتمي لكل بيت فيك يا مصر، يعني كل بيت في مصر، يا في عسكري، يا صف ضابط، يا في ضابط على اختلاف، يا في مجند اساسا. صح. السؤال ليه انا واخد الموقف العدائي ده رغم ان هذا الجيش مش جيش مثلا زي جيش امريكا، جيوش امريكا اللاتينيه اللي هو الجيوش اللي هي استبداديه ملهاش علاقه بالمواطن، احيانا بيكون من دول تانية، من جنسيات تانية، زي جيش فرنسا مثلا، زي جيش امريكا مثلا، ما فيهاش جنسيه واحده. ليه انا واخد الموقف ده؟ هقول لحضرتك، انت كام صوره شخص مات، وممكن يكون مات بطريقه تانية، ممكن في خناقه مثلا، واتحطت صورته على الفيسبوك، كتير قوي صح؟ فانت قلبك بيتقطع معاه. كام صوره ضابط مات واتحط على الفيسبوك، عمل له شير على الفيسبوك؟ قليل قوي قوي. فمين اللي انا شايفه اكتر؟ اللي انا شايفه اكتر هو ده اللي انا هحكم عليه. ما بقولش ان احنا يعني كده معنى الكلام ده ان الحقيقه تاني السوشيال ميديا او وسائل التواصل الحقيقة. الاجتماعي بقت تلعب دور في التاثير على المخاخ، وكمان مش المخاخ ده، كمان اتخاذ القرارات والاتجاهات والدوافع. مظبوط. على عكس ما اتعلمنا زمان. صح. يعني زمان كانوا يقولوا ان في حاجات تانية هي اللي بتشكل الوجدان وبتشكل الانفعال وبتشكل التفكير وبتشكل المنطق، بس ما كانش منها الحقيقه السوشيال ميديا اللي احنا بنبص عليها دي. ليه كمان؟ احنا الشك بقى في كل حاجه في حياتنا دلوقتي. انت بقى يعني انا مثلا اوكي انا شفت صوره، هل انا هتاكد منها ولا لا؟ طب انا هسال مين اصلا؟ يعني ما بقاش عندنا قدوه في حياتنا. فانا ما عنديش قدوه اساله حتى الخبر ده صح ولا غلط. صحيح. فخلاص، فهي السوشيال ميديا عشان كده القنوات محتاجه ان هي بقى تغير شويه. ما هي القنوات بقت سوشيال ميديا. لا لا لا، غير فيسبوك. لا الفيسبوك انا بالنسبه لي لا، القنوات يعني هي كمان بقت سوشيال ميديا. دي حقيقه. بجد ما انت مش عارف هو، طب ايه فين فين الحياديه؟ انا ما شفتش حياديه، ما شفتش ان انت زي ما بتجيب الناس اللي بتتقتل ما تجيب الضباط اللي بتتقتل. ما الضباط هم مننا يعني. صحيح. هم الاثنين مواطن مصري ده ولا مش مصري؟ ما هو مصري. وكانه حقوق الانسان يعني، بس هي اتصدرت ووقفت بس للحريه والديمقراطيه دون وعي كامل وحقيقي للحريه والديمقراطيه. طيب ما هي انا عايز اسالك سؤال، شفتي معانا الفيلم اللي اتعرض دلوقتي؟ عايزه اعرف انطباعك الاول كمدربه للتنميه البشريه لما تشوفي فيلم زي ده عن فئه من فئات المجتمع اللي بتمارس دورها او مهمها او واجبها، احساسك كان ايه؟ انا طبعا قلبي اتقطع، يعني انا اتاثرت. فيديو زي ده ليه ما بتعرضش كتير على السوشيال ميديا بقى؟ يعني لا، فيديو زي ده ليه ما نعملش زيه في مصر؟ بالظبط. يعني ليه ما نسجلش لحظات زي دي؟ زي ليه؟ دي وهنلاقي فيها كتير. ليه؟ بالعكس، ده احنا عندنا هنا في مصر كمان الجندي بيبقى مستغني. يعني زي الجندي اللي راح للعربيه يوم الاربعاء. أيوة. لما راح للعربيه عشان ينقذ هو اصحابه، عشان يبعد. لا. ده كان بيفكر في ايه؟ واحد زي ده مثلا، انا اقتناعي او اللي انا شايفاه ان واحد زي ده ماشي بقى باسم الله الغني، مستغني، مش فارق معايا حاجه، المهم اصحابي. انا طب ده كان بيفكر مثلا في اهله؟ ده كان بيفكر في حاجه غير في الجنه؟ يعني ده مثلا واحد عايز ينقذ بلده، عايز، خايف على وطنه. واحد زي ده طب هيموت نفسه ليه؟ يعني ليه يموت نفسه غير ان هو عشان اسم الله الغني؟ مستغني، مش فارق معايا دنيا. صحيح. انا ليا اخده احلى 100 مره. صحيح. ففيديو زي ده لا، احنا محتاجينه، احنا محتاجين منه كتير كمان، مش فيديو واحد. انا النهارده يعني عرفت حاجه كده عن الشهيد ضابط عبده، محمد عبده.
ده كان نازل اجازه. بصي القصه كمان، يعني هو نازل اجازه ساعه الهجوم في سيناء يوم الاربعاء، ولابس لبسه المدني، فعارف بالهجوم، فعارف ان في كمين بيتهاجم ومحتاج دعم في زميله ودفعته وصاحبه. فهو لبس الخوذه على لبسه المدني وركب الدبابه وتحرك بيها ناحيه الكمين. اتفجرت الدبابه، فيها لغم كان التكفيريين حاطينه في الطريق قبل الكمين، بعد ما عدوا الحته بتاعتها حطوا لغم. مش ده اللي تسبب في استشهاده، لكن انضرب بالار بي جي، فكل صدره ده بقى مخروم. وهو اول ما سمع الحكايه كده، اول ما سمع لبس الخوذه على لبسه المدني علشان يلحق ادهم الشرقاوي، ادهم الشباشي والكمين بتاعه والعساكر بتوعه على لبسه المدني. انا معرفش ساعتها ده كمان كان بيفكر في ايه، يعني مش عارفه. الناس دي عندها هدف اكبر مننا بكتير. الناس دي عندها رؤيه لبعيد. هما هما اكيد بيعلموهم حاجه في الجيش بجد، انا ما الله اعلم، اكيد بيعلموهم حاجه ان انت وطنك اهم منك. صحيح. انت 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 طب قصه شهيد رائع زي ده، ده ليه ما تنتشرش؟ هل احنا لو انت دلوقتي لا خمسه امواه اهم، لا 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 خمسة يا مي، لا يا مي، لا لا صح. لا الحقيقه لا احنا عندنا يعني أنا في برامج اهم كتير، يعني لا بجد يعني شهيد زي ده ليه؟ احنا معلش طبعا طبعا مع احترامي الشديد الشديد للنائب العام لما توفى، طبعا حصل حداد. صحيح. ليه لما حصل الشهداء بتوع سينا ما حصلش حداد؟ ده بقى معلش انا ده الاعلام، انت فين؟ يعني ده بقى اهو حاجه زي دي مثلا، لما شهداء يموتوا واحنا نبقى قاعدين بنتفرج على عادي على التلفزيون وكل البرامج عادي، وبناكل كنافه وبناكل كنافه والدنيا جميله ومفيش مشكله، ما نحسش حتى ان 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 في شهداء عندنا. طب ما ده طبيعي، هيخلي ان احنا عندنا سمعنا 100 واحد مات، ايه المشكله؟ صحيح. ما ده شغلهم. كلمه دي شغلهم دي، معلش ده شغلهم. دي الجمله دي بتوقفني كتير قوي. ايوه هو ده شغلهم، وهم ما طلبوش منك الدعم ولا المساعده، بس مش ناقصين منك كلمه وحشه. بس انا هقول لحضرتك حاجه، لو انا حضرتك عارفه ابنك وهو صغير، لو انت عودتيه ان انت لما هتعمل حاجه هتتعاقب او هيحصل او هكافئك، ماشي؟ اي حاجه هتحصل هتكافئيه، هو هيحس بالسعاده، مظبوط؟ فانت برمجتي الولد من وهو صغير ان هو في وقت بيحس فيه بالسعاده، وقت بيحس فيه بالحزن، وقت كل حاجه بتتظبط، صح؟ بتبرمجيه. نفس الكلام، احنا دلوقتي بقى الموت عندنا عادي، احنا اتبرمجنا على كده. زمان من 3 4 5 6 سنين لما كان حد بيموت كنا بنعمل ايه؟ بنتقط، تحسي دمعتنا خلاص بقى، لا 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 ازاي يموت كده؟ جمدنا. دلوقتي خلاص بقى 100 واحد مات، ايه ده 100 بس؟ والله العظيم انا بقرا الكومنتس دي على الفيسبوك، ايه ده 3 بس؟ لا دول كدابين، اكيد في اكتر. ايه ده 70 واحد بس مات على الحدود؟ لا لا اكيد في اكتر، ده بص مش عارفه قناه ايه جايبه ايه، وبص ده بجد؟ يعني ما ده ليه؟ عشان احنا لما حاجه زي دي لو في حداد هنعرف ان ده غلط، ده حاجه مش مستحبه. صحيح. لكن احنا ما نشوفش الكلام ده خالص. صحيح. احنا انا عاتبي الاول والاخير على الميديا. لا وحتى الميديا. اعلام الدوله غاب وساب الساحه لاعلام خارجي، وصلنا لحد الساعه يعني 2 والساعه 3 الظهر واحنا بنسمع عن ارقام 64 و65 واستيلاء مش عارفه على ايه، وبيانات بتتاخد لجبهات وداعش وتكفيريين وتتحط على وسائل الاعلام بشكل استفزازي، وانت بتقريها تبقي بتعيطي. فالحقيقه يعني انا موافقاكي، الحقيقه هنكمل بعد الفاصل، لسه مكملين حوارنا تاني. جيشك لتهلك واهلك لتهلك. تحياتي. مرة تانية، واسمحوا لي بس ان هقرا بعض الرسائل اللي جات لنا على الفيسبوك. ريهام
محمد بتقول نفسي كل أم وأب وجد وجدة يحكوا لأولادهم وأحفادهم مين الجيش وكانوا بيتعاملوا معاه إزاي، ويعني إيه علاقة مصر وجيشها وشعبها. والله اللي أنا أشكرك جدا أبويا وأمي رحمة الله عليهم كانوا بيعملوا معايا كده أنا وأختي. الحقيقة هو ده اللي احنا محتاجينه، أن الناس تكلم بعضها، أن الناس تكلم عيالها وتفهمهم بحدوتة بقى، بقصة، بموقف، بتاريخ. بس ده اللي بيعلم الانتماء. وافتكروا رأفة الهجان، وافتكروا دموع في عيون وقحة. الحاجات دي علمت معانا جامد قوي، وحسستنا قد ايه ان في ناس ممكن تبيع حياتها ومستقبلها وتحس بالموت في كل لحظة بس علشان وطن يعيش. من ضمن الرسائل كمان أستاذ معتز بيقول سر هذا الجيش تركيبته انها من شعب مصر بدون تفرقة، جيش من الشعب والشعب كله جيش، والآن فقط بدأ أعداء الوطن والخونة في زعزعة هذا الفكر بمحاولة اللعب على وتر التجنيد الإجباري. في فعلا أنا سمعت ده، ولدرجة أن طالعة من دار الإفتاء فتوى بتحرم أو بتقول أن رفض التجنيد الإجباري ده شيء الحقيقة مش مقبول دينيا. أنا الحقيقة مش هتكلم فيها دينيا، لكن هتكلم فيها يعني إيه ما تتجندش، يعني إيه ما تبقاش راجل، يعني ايه ما تدافعش عن بلدك، يعني ايه ما تتعلمش حاجه، لو حصل لبلدك حاجه تبقى مستعد ليها، انت بتعمل ايه؟ فالحقيقه لا تعليق على دعوه زي دي. استاذ وليد بيقول يعني شكرا لحضرتك، اشكرك بجد. سحر اسماعيل مفيش بيت في مصر الا فيه جيش من الجيش، اولادنا واخواتنا وازواجنا، الشعب كله جيش مصري. يا رب احفظ خير اجناد الارض من كل شر، واحفظ ابني وابنك وابناء كل المصريين. اشكرك يا رب يحفظ ولادنا كلهم. نهى او نونة هلال بتقول جيشنا ده يا رب احميه واحنا وراه. برضو أستاذة مجدة ماجد بتقول نفس الكلام، يا رب احفظ مصر وجيشها. فاتن إسماعيل بتقول جيشنا هو السند، هو أماننا، هو ظهرنا، ربنا يحميه. الحقيقة كل الرسائل جاية بتتكلم على على فكرة إن الجيش دعوات لي. الأستاذ جمال عبد الناصر بيقول الجيش ده بتاعنا، نحبه ونثق فيه ثقة عمياء، ولازم نلتف حوله ونحافظ عليه. أستاذ محمد حمزة نفسي أكون على الجبهة معاهم. الجبهة دي كلمة لازم نحط تحتها مليون خط، لأن احنا ما عندناش جبهة النهاردة، احنا عندنا أرض بنحميها. الجبهة يعني احنا عندنا جيش تاني بنواجهه. خلي بالكو في ألفاظ بتستخدم لازم نبقى عندنا حرص واحنا بنستعملها. اللفظ الجبهة معناها ان في جبهة قتال، احنا ما عندناش جبهة قتال، احنا عندنا أرض بنحميها، عندنا أرض مش هنفرط فيها حتى لو كلنا، مش الجيش لا، يعني حتى لو كلنا. النهاردة الرئيس السيسي كان في سيناء في المنطقة اللي حصلت فيها الأحداث، وقال إن 1% بس من الجيش المصري هو اللي موجود على الجبهة الشرقية في سيناء. الحقيقة يعني أقول أنا بعد إذنك سيادة الرئيس، الحقيقة مش 1%، 90 مليون مصري، بلاش 90 عشان الحقيقة في مش مصريين معنا، في حاملين الجنسية والباسبور بس، لكن هقول في 25 مليون، 40 مليون مصري، 50 مليون مصري مصرين، 60 مليون مصري عشان عندنا أطفال، في 60 مليون مصري قادرين على إن هم وراغبين في حمل السلاح علشان يروحوا هناك في أي منطقة مصر تحتاجهم فيها. رسائل كلها بجد حاجة تفرح، أتمنى إن يعني يكون الإحساس ده واصل لكل رجالنا في الجيش اللي بيسمعونا، لو هم بيسمعونا، لو شايفنا، وصل إحساسك لجيشك ده. حلو إن هو يوصل له الإحساس إنه مسنود بكلمتك أو بمحبتك. ما يرجع لك تاني، قوليلي إزاي إن إحنا نقدر الحقيقة نوصل هذه المشاعر. أنت قلتي طاقة سلام، طب هي طاقة سلام بس ولا طاقة تعاون، وإن أنا وإنت في خندق واحد، وإن أنا وإنت في مركب واحد، وإن كل واحد فينا جندي في مكانه. إزاي نوصل الإحساس ده؟ هي دي حاجة، طاقة السلام حاجة، وان احنا في تعاون ده موضوع تاني. اوكي، طاقة السلام هي من اقوى الطاقات اللي موجودة في الكون. ليه طاقة السلام؟ هي طاقة حب. اوكي، فاستحالة تلاقي طاقة اقوى من طاقة الحب. فلو انا بعت
لحضرتك مثلا طاقه حب وسلام، انت هتحسي باحساس تاني خالص. تخيلي بقى 80 90 مليون مصري بيبعتوا بس الجندي واحد طاقه حب وسلام، ده هيحس بايه؟ هيحس باحساس فظيع. التعاون بالظبط، هو من غير ما على فكره ده من غير ما يحصل حاجه، ده في تمرين هنقوله ان شاء الله في اخر الحلقه، هو فعلا ده اللي هنعمله. ان هو هيحس باحساس غريب، احساس قوه، احساس ان هو ب 90 مليون راجل من غير ما يحصل حاجه، هو لسه في مكانه. اوكي، عشان كده لما تبقي معديه في شارع وتشوفي عسكري او عربيه جيش معديه قدامك، مجرد انك انت ترفعي له ايديك يبقى علامه النصر، او تكلميه وتقولي له ربنا معاك احنا معاك، قد ايه بيبقى الضحكه بتترسم على وشه يعني، وبيحس انا مش لوحدي، احنا مع بعض. ايوه انا بشتغل عشانكم بقى، شفتوا انتوا اللي رفعتوا لي علامه، انا بشتغل عشانكم. فهو بيبقى عنده قوه اضافيه ان هو يشتغل ويعمل اي حاجه. اوكي. الحاجه الثانيه ان انا مثلا لو ودي بقى حاجه في الطاقه، لو حصلت حادثه في مكان اوكي وانا عديت على المكان ده، حس بضيق شويه، دي حصل في حاجه سلبيه في المكان ده، فما بالكوا بقى الحدود كلها. ما تيجي ننظف الحدود، ما تيجي دي دعوه بقى لكل الناس بتوع الطاقه، ما تيجي ننظف الحدود كده بخيالنا، احنا مش هنعمل حاجه. ما تيجوا ندعي ان المكان ده يبقى مكان سالم لجنوده. ليه ما فكرناش نعمل كده قبل كده؟ لا انا دي مش فاهماها ازاي. يعني المكان دلوقتي لو احنا قاعدين هنا وحصلت حاجه حلوه، انا قعدت اضحك مع حضرتك ونهزر، وانا مشيت ورجعت تاني، اول ما هقعد في المكان ده انا هبقى مبسوطه وسعيده. ليه؟ ذكرياتي معاه كلها حب وسعاده. لو حصل حاجه وحشه في المكان ده وانا اتضايقت، يوم حاجه ارجع اقعد في المكان ده تاني هبقى قاعده متضايقه ومخنوقه. ليه؟ حصل في حاجه سلبيه. انت عارفه النهارده الحقيقه وانا مع الملازم اول ادهم الشوباشي في المستشفى، قال لي جمله غريبه، قال لي انا ساعات وانا هنا بشم ريحه الدم اللي كان نازل مني انا وزمايلي لما حصلت الاصابه، قال لي ساعات بشم الريحة. فأنا افتكرت كلمته دلوقتي وانت بتتكلمي، ان احنا بنفتكر حاجات بتبقى في اللاوعي وبتتكرر في وعينا لما بنستدعي الأحداث. دي حقيقة، ومش لازم الأحداث، لما بتشم ريحة تشوفي موقف أو صورة بتفكر ليها علاقة، مثلا نفس اللون نفس الحاجات دي كلها، فهتفضل متخزنة طول الوقت لو هو متخلصش منها. أوكي. فما بالك بقى دلوقتي الحدود كلها هتبقى عاملة ازاي؟ كم واحد قتل هناك؟ كم واحد مات؟ فهتبقى كلها طاقات سلبيه. ما تيجوا بقى ننظف المكان ده كله. ليه؟ عشان الجنود تروح تحس بحب وسلام، عشان يبقى عندهم طاقه ان هم يعملوا اي حاجه عشاننا. فدي مش هتتنظف اصلها الحياه يعني. لا يعني هو واحده 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 واحده. احنا كام واحد بيفهم في الطاقه؟ ندعي دعوه ربنا. احنا دلوقتي في شهر مبارك. احنا دلوقتي على فكره الشهر رمضان السنه دي ناس كتير قوي بتقول مش حاسه بيه. ليه؟ عشان هم دلوقتي قاعدين مركزين على حاجات خارجيه مش مركزين على نفسهم. صحيح. فانت لما بتركز على 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 الموت وعلى القتل وعلى الدم ومركز على الحاجات دي كلها، انت بتضيع منك شهر لو راح مش هيجي تاني. انت ما تعرفش انت قاعد للشهر ده السنه الجايه ولا لا. معاكي ومعانا تليفون استاذ محمد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله بخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك. امسي على دكتوره مي بعد حضرتك. اتفضل. ازيك يا دكتوره مي؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ ازي سعادتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن بس حضرتك تحيه خاصه بس للجيش وشهدائنا؟ طبعا. وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. شكرا. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا. بس كده ده اللي انت عايز تقوله. الو؟ الخط قطع. يعني شكرا لتحيتك، ويا رب يسمعها كل جندي ويسمعها كل ضابط وصف ضابط ويسمعها كل واحد في قلب الجيش المصري. في ناس كتير عايزه توصل لهم هذا الاحساس، ان السلبي مش هو اللي واصل، هو السلبي صوته عالي لكن الايجابي صوته مش واصل. يعني صحيح. احنا دلوقتي السلبي هو ده اللي بيتركز عليه، فكل ما انت هتركز على السلبي كل ما هيزيد. يعني مثلا كل ما انا مركزه على شخص مات، حلو، كل ما هلاقي ناس كتير قوي مركزه عليه، كل ما هشوف السلبي كتير قوي في حياتي، فمين اللي خسران؟ انا اللي خسران. اوكي. كرهي، لما انا هنام وانا كره حد، او هنام وانا في قلبي كده ذره غضب من حد، مين اللي مأذي في الموضوع ده؟ اللي هو لا، المشكله مش في كده كمان، المشكله وفين بلدي وفين مصلحتها وفين اولوياتي، وانا نمره اتنين اكرههم ليه؟ يعني اذا هذا الجيش هو من يوفر الامان وهو من يحمي هذه الارض، والتاريخ والجغرافيا والسياسه اثبتوا ده حتى في الاربع سنين اللي فاتوا، انا ليه يبقى عندي هذا الموقف العدائي تجاههم؟
ما انا نرجع تاني عشان الاعلام، عشان الصوت العالي اللي موجود، عشان الصور المتفبركه اللي بتتحط على الفيسبوك بتاعت الجيش. انا شفت، انا هقول لحضرتك، انا جدي يعني اللي هو في جي، احنا جيشا ابا عن جدي، اوكي. انا شفت صور لشخص لجندي حاطط رجله على واحد ميت، حلو، واتقالت دي صوره للجيش المصري. انا استفزيت، بس استغرب يعني في حاجه غلط، مش انا مش في حاجه غلط. بعدها بيومين لقيت ان جايبين البوست القديم والبوست الحقيقي. البوست الحقيقي ان دي مش عارف كانت في حرب مين من 3 4 سنين في بلد من البلاد مش عندنا، وكان البوست المتفبرك بقى ان هو ده الجيش المصري. فانا واحده من الناس، انا استفزيت. فحضرتك ما بالك بقى حد اصلا هو ماشي مع التيار، حد مجرد ان هو متبرمج حصل له برين واش، لان بس انت عايز حريه، انت بس الجيش وحش، الجيش هو اللي قتل وحرض وعمل عشان يمسك السلطه، الجيش والجيش والجيش. يعني قولي لي ايه التمرين اللي انت عايزه التمرين بقى دلوقتي؟ بيقولوا لنا فاضل لنا دقيقه. اوكي، الاول بس انا عايزه اطلب ان كل واحد ركز مع نفسك، مالكش دعوه. ركز مع نفسك، ركز مع بلدك، ركز مع جيشك، عشان هم دول اللي هينفعوك، مفيش حاجه تانية هتنفعك. صحيح. عايزه كل واحد يغمض عينه كده وهو قاعد قبل المغرب، قاعد وقت الفجر، يغمض عينه ويتخيل ان في نور جاي من فوق، هو نور حب، نور سلام جاي بيمليه. انت النور قاعد بيمليك اكنك بالظبط بتملي كوبايه، بيملاك من رجلك لفوق، قاعد بيملى الهاله اللي حواليك، الاوره بتاعتك قاعده بتتملي طاقه حب وسلام. الحب والسلام ده انت قاعد بيطلع من قلبك لقلب كل جندي انت حتى ما تعرفوش، مش لازم تكون بتعرفه. صحيح. صحيح. كل جندي واقف على الحدود المصريه، كل مكان، كل ذره تراب موجوده على الحدود المصريه عشان بس تنظف من الدم اللي حصل فيها زمان. عايزه كل واحد فينا يبعت طاقه حب وسلام لكل عسكري، حتى قاعد في بيت بس عسكري، لكل جندي، لكل حد هو بيحبه، عايز بس ان هو يعيش في سلام وحب. يعني استاذه مي القاضي مدربه التنميه البشريه، انا بشكرك على وجودك النهارده، شكرا خاصا لكل الطاقه اللي انت حطيتيها، اتمنى ان الناس تنفذها. يا سلام لو كل واحد فينا الحقيقه بقى فعلا بياخد الطاقه دي ويملى نفسه بالحب للحياه يا اخي. يعني ندبك مش هيغير من امور شيء. وهقول لكم على معلومه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. من سنه 2005 والولايات المتحده الامريكيه كانت ترى من ضمن ما تراه للمنطقه ان الجيش المصري مش محتاجين، انتوا جيش، انتوا محتاجين جيش في ايه؟ وكان الكلام والضغط ان يتحول هذا الجيش الى ميليشيات لمكافحه القرصنه في عند باب المندب في القرن الافريقي. فاكرين القرصنه؟ بالمناسبة هي القرصنة دي راحت فين دلوقتي؟ القرصنة دي ليه مش باينة؟ ما بنسمعش ليه عن حوادث القراصنة اللي بتخطف السفن يا حرام وتخفيها وتطلب فدية؟ أمريكا من 2005 بقى كانت بتطلب إن الجيش المصري يتحول إلى ميليشيات لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويتحول إلى ميليشيات لمكافحة الإرهاب، ونفضها سيرة. هو إحنا محتاجين جيش؟ طيب ايوه، كل مهيأ لما خلق له. اياك تكسر مقاديف اللي سهران علشان يحميك، اياك تفتكر ان القعده على الفيسبوك وتويتر نضال وممارسه سياسه، اياك تنساق وراء افكار هدفها الوحيد هدمك انت قبل اي حد. تحيه للطيبين من ولاد بلادي في كل شبر وفي كل حته فيك يا مصر، تحيه لكل واحد فيهم سايب ولاده وبيته واهله وحلمه وحبه وواقف يدافع عن الشرف، اصل الشرف غالي والستر غايه والأرض عرض. تعظيم سلام لكل مجند وظابط ماسك سلاحه وعينه ما بتغفلش عن واجبه. تعظيم سلام للطيبين وين ما كانوا، وافتكروا فيه قلوب داعيالكم وعيون بتتمنى لكم السلامة مهما شفتوا من سواد القلوب. افتكروا انتم سند مصر وعمودها الفقري، بلدكم عايزاكم، احموها يا ولادي. تحياتي، اشوفكم الأسبوع الجاي.